ليجو. يا مساء يا صباح الخير عليكم في كل حتة على أرض الله الطيبة. أهلا بكم من تاني على قناة مانجا 64 وحلقة جديدة من أخبار اليوم. النهاردة أنا هتكلمكم بس عن مؤتمر يوبي سوفت فورورد وحاول أقدم لكم ملخص عام لأهم ما جاء فيه. أول حاجة يوبي سوفت كلمتنا عنها هي لعبة إيمورتال فينيكس رايزنج. اللعبة ديت يوبي سوفت قدمتها لينا قبل كده تحت مسمى Gods and Monsters وهم غيروا الاسم، وتعتبر اللعبة ملكية فكرية جديدة، يعني ديت هتبقى أول لعبة من السلسلة لو يوبي سوفت حبت بعد كده إنها تعمل أجزاء تانية. اللعبة ممكن نصنفها كأكشن أدفنشر من منظور الثيرد بيرسون في عالم مفتوح مستوحي من الأساطير الإغريقية. اللعبة هتدمج القتال والاستكشاف وحل الألغاز، ويبان لي كده انها فيها تأثير شوية من لعبة نينتندو The Legend of Zelda Breath of the Wild. مش عارف انتوا ايه رأيكم في الموضوع ده، يعني من ناحية الارت ستايل، من ناحية اللعب نفسه والجيم بلاي، يعني في تشابه كبير. اللعبة هتنزل ديسمبر 3 على نينتندو سويتش والاكس بوكس 1 والبي اس 4 وكمان جوجل ستاديا. المفاجأة الجميلة اللي يوبي سوفت كانت محضراها لينا هو ان العظيمة Prince of Persia The Sands of Time هيتعمل لها ريميك وهتنزل قريب قوي. مطورين اللعبة قالوا لنا ان هم هيحاولوا ان هم يعني ما يغيروش كتير عن اللعبة الكلاسيكية، وان كان هيبقى في بعض التعديلات في القتال وفي الكاميرات بحيث ان اللعبة تبقى واخدة برضو طابع مودرن شوية. اللعبة هتنزل في يناير على الاكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4 وكمان البي سي. والمحبين سكوت بيلجريم سواء القصص او اللعبة الاصلية اللي نزلت سنة 2010 فيوبي سوفت هتعمل لنا سكوت بيلجريم versus the world. دي لعبة هتبقى جديدة. سكوت بيلجريم لعبة ضرب 2D، كان النسخة الأولانية منها نزلت سنة 2010 وحققت نجاح معقول وإعجاب ناس كتيرة جدا، إلا أنه لسبب غير معلوم وغير مفهوم اللعبة اتشالت من على الستور بتاع البلاي ستيشن 3 والأكس بوكس 360 في سنة 2014. فالفانز بتوع اللعبة ديت طبعا يعني كانوا نفسهم في جزء جديد، وده اليوبي سوفت هتقدمه. اللعبة ملهاش معاد إصدار محدد، وإن كان قالوا في الهوليداي، يعني هوليداي ده ممكن يبقى البلاك فرايداي في نوفمبر أو على وقت الكريسماس في ديسمبر. في خبر مهم برضو المحبي لعبة رينبو 6 سيج، إن يوبي سوفت أكدت إن هيستمر دعم اللعبة على البلاي ستيشن 5 والأكس بوكس سيريز إكس، والأهم من كده إن الدعم دوت هيبقى برضو فيه ابجريد من ناحية الجرافيكس من ناحية الاداء وببلاش، يعني انت لو اوريدي عندك اللعبة كل اللي هتحتاج تعمله انك انت تنزل الباتش وتكمل لعبة عادي. دي حركة محترمة الصراحة من يوبي سوفت، نحب نشوف بقية الشركات ماشية على نفس النهج. يوبي سوفت برضو ورت لنا شوية حاجات زيادة من واتش دوجز ليجن. ما تنسوش ان واتش دوجز ليجن هتنزل 29 اكتوبر، وفي ناس كتيرة مستنية ان ديت بقى اخيرا التالتة تبتة تطلع بقى اللعبة بالشكل اللي كان الفانز بتوع السلسلة ديت نفسهم فيه من الاول. هم ورولنا امكانيات الشخصيات اللي ممكن تعمل لها ريكروتمنت او تضمها يعني للفريق بتاعك، ومن الاخر كده انت ممكن تضم تقريبا اي حد بتشوفه في اللعبة، وكل شخصية ليها امكانيات وليها باك ستوري، ليها قصة ممكن تتعرف عليها. يعني يتهيالي ان اللعبة يعني مش عارف ديت من الالعاب اللي انا يعني مش عارف استنى ايه بالظبط منها، مش عارف اتوقع ايه. انا عن نفسي انا شخصيا اظن هفوتها، وان كنت يعني برضو مترقب للريفيوهات بتاعتها اللي هتطلع، لان ممكن فعلا تقدم تجربة ممتعة وتكون فريدة من نوعها، لان الفكرة بتاعت اللعبة الحقيقة عبقرية، يعني الفكرة جامدة جدا، بس دايما التنفيذ مش عارف بحس ان بيبقى فيها تكرار بيبقى فيها ملل. يعني هنشوف المرة دي ان شاء الله تطلع كويسة. يوبي سوفت كمان كلمتنا عن لعبة جديدة اسمها Riders Republic. Riders Republic هتبقى لعبة Extreme Sport Online Massive Multiplayer Game
خاصه بالاكستريم سبورت، طبعا هي الرياضات الخطره، فهيبقى فيها تركب عجل، تعمل سكيت بوردنج، تنط من فوق طياره وتطير والحاجات اللي بهذا الشكل يعني، فيها كمان سكينج وسنو بوردنج، يعني فكره ظريفه جدا، وانك انت كمان تتنافس مع 49 واحد تاني في ماتشات اونلاين، ديت فكره ظريفه، لعبه شكلها ممكن تبقى مثيرة برضو، نوع من أنواع التغيير شوية يعني. أغلبية الحاجات اللي بقينا بنشوفها مؤخرا كماسيف مالتي بلاير أونلاين جيمز بتبقى حاجات ضرب نار، حاجات قتال، فيعني دي فكرة ظريفة هتنزل في فبراير السنة الجاية إن شاء الله على البلاي ستيشن 4 والأكس بوكس 1 وعلى البلاي ستيشن 5 برضو والأكس بوكس سيريز إكس. وأخيرا يعني حاجة ما جاتش في المؤتمر، هي جت في الفيديو اللي قبلها، لو كنتوا تفتكروا من فترة على حصاد الأسبوع كنت كلمتكم إن يوبي سوفت فيها بعض المشاكل في ثقافة العمل، وفي فضايح كتيرة كانت ابتدت تطلع، فالسي اي او بتاع الشركة ييفز ويلموت اظن ده اسمه، كان عامل فيديو صغير كده بيتكلم فيه ان هم فعلا عندهم المشاكل ديت، وان هم هيبتدوا ان هم يتعاملوا معاها. كان فيه كلام عن تحرشات واعتداءات جنسية جوه الشركة وعنصرية والى اخره الى اخره من الحاجات السيئة اللي بهذا الشكل، فهو قال ان احنا هنعمل بروجرام جديد وهنبتدي ندرب الناس ازاي انها تبقى محترمه نفسها، وهيبتدوا يعينوا ناس من خلفيات ممكن تكون يعني اقليات، سواء اقليات جنسيه او عرقيه او غيرها، يعني كلام بهذا الشكل. طبعا ده بي ار تويست معمول، لان الفضيحه كانت وحشه واكيد ممكن تاثر على مبيعاتهم، فيعني دي كانت حاجه كده اضافيه ملهاش علاقه قوي بالفيديو جيمز لينا احنا كمستهلكين، لكن كويس برضو ان الواحد يشوف ايه الشركات بتتحمل مسؤوليتها الاجتماعيه يعني. مهم بس يبقى كلام جد. اخيرا اتمنى ان الملخص دوت يكون عجبكم، انا حاولت ان انا يعني بسرعه قوي اعدي على الاخبار اللي فيه، وان شاء الله نشوفكم على خير الفيديو الجاي، وهيبقى حصاد الاسبوع. يلا سلام.